السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعاكم أخوكم مصعب القاضي. كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير وصباح الخير عليكم. طبعا يا جماعة الليلة صاحي بدري جدا جدا من الساعة يمكن 6، الحمد لله صلينا الصبح حاضر وكل الأمور تمام، ماشيين على الحديقة المائية حقتهم أندي ماندا. طبعا يعني من يوم ما جيت أنا بوكت هنا من المطار هم مسوين إعلان عن الحديقة دي، قلت مصعب خليني أمشي أشوف الحديقة حقتهم هل من جد إنها تستاهل الاسم الحديقة العظيمة ولا لا. طبعا انا اخذت التذكره من اخوتنا بانكيك زي ما قلت لكم واتكلمت عنها في الحلقه الاولى، حارجع ثاني احط لكم ارقام التواصل حقتها. يا جماعه صدقوني لو لفيتوا تايلاند كلها او بوكيت تحديدا ما حتلقوا ارخص من اسعار، فانصحكم ان شاء الله اذا جيتوها بس وروها الفيديو وحتديكم اقل الاسعار. اخذت التذكره ب 850، لو حتاخذوها من الشباك هناك حق التذاكر تبع الحديقه نفسها حيسيبوا لكم تقريبا التذكره ب 1000 بعد. طبعا ما شاء الله تبارك الله يا جماعه، شوفوا كيف الفيو اللي انا فيه الان، طبعا استوقفني هذا المشهد الجميل. واحسن حاجه يا جماعه انكم هنا تصحوا الصباح بدري وتقضوا مشاويركم كلها، عشان الناس هنا تبدا تصحى على الساعه 11 12 عشان في الليل يكونوا سهرانين، فانتوا افضل وقت الصباح بدري. يعني حتى الشرطه ما تكون مركزه معاكم، اذا حابين تستاجروا دبابات ومخالفات ومخالفات يبدوا هم يركزوا مع الناس من الساعه 2 3 عشان يعرفوا خلاص بعد كده الناس صحصحت وصارت نشيطه وحساهر لين اليوم الثاني. يلا يا جماعه انا طولت عليكم في المقدمه، تعالوا معاي وخلونا نمشي على المدينة المائية العظيمة. الحمد لله يا جماعة وصلنا الوتر بارك وكانت يعني شبه فاضية. طبعا ما شاء الله تبارك الله حتكون زحمة 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 ما طبيعية، فانصحكم تجوا الصباح بدري، هي بتكون مفتوحة من الساعة 7 الصباح لين الساعة 7 مساء، فكل ما جيتوا بدري كل ما كان أفضل لكم. شايفين كيف الجو يا جماعة والغيوم ما شاء الله تبارك الله، من يوم ما جيت كل يوم مطر كل يوم مطر. طبعا يا جماعه اول حاجه كان التشيك بوينت، بفتشوا الحقيبه حقتكم لو معاكم شنطه ظهر او شنطه يد، بس اهم حاجه ما يكون عندكم اكل وخلوكم تدخلوا عادي. وريتهم التذكره طبعا يتاكدوا منها وكل الامور تمام، قالوا لي بعد كده ادي التذكره جوا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله بجد صرح عظيم جدا جدا. طبعا يا جماعه الخريطه حقت الحديقه المائيه حقتهم، وهنا طبعا مكتب التذاكر تديهم التذكره حقتك وتاخذ اسوره. شايفين ما شاء الله حجم الشبابيك كيف، عندهم تقريبا 8 شبابيك عشان زي ما قلت لكم بيكون دائما زحمه. طبعا يا جماعه لما تاخذ التذكره بيدوك الاسوره دي لما تاكد انه التذكره حقتك تمام التمام، ولازم كمان تاخذ من عندهم لوكر بكلفك 150 بات يعني 15 ريال، ولازم طبعا تشحن الاسوره للاكل. ما عندهم هنا لا بيقبلوا كاش ولا بطاقات نقديه. طبعا دي هنا المنطقه حقت المناشف، لو حابب تاخذ منشفه بتكلفك 100 بات يعني حوالي 10 ريال وكسور. وهنا منطقه اللكرات، الحلو في الموضوع انك انت تقدر يعني تفتح اللوكر حقك بطريقه الاسوره. انا اخترت اللوكر رقم 16 هناك اخر حاجه محل الشباب واقفين، بعد كده نقدر نطلع ونشوف المدينه المائيه ونتجول فيها وناخذ راحتنا. وهنا يا جماعه نقول بسم الله ودخلنا على الحديقه المائيه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف المدخل اول ما تدخل.
يا هلا وسهلا بكم، كيف حالكم؟ اتمنى انكم تكونوا بخير. وحشتوني يا جماعه، حقيقه الجوله كانت اكثر من رائعه، وسامحونا على عدم التصوير لايف زي ما قلت لكم. اول حاجه العاب كثيره جدا جدا مانعين فيها التصوير عشان لسلامتك صراحه، يعني هنا حقت الدروب حقتها بتكون قويه جدا، يعني مثلا زي دراغون دروب والكوبرا سيركل دي ممنوع فيها التصوير نهائيا، ما بخلوك لا تشيل جوال ولا تشيل ولا حاجه. وكمان عندكم الانجن سلايدرز برضو نفس الحاجه، ما بخلوكم تشيلوا جوال بالقوه، يعني اقنعت منه اصور بالجوال في اللحظات الاخيره يعني بعد ما عديت المنطقه حقت النزول نفسها. وثاني طبعا جربت الموكينج بوت، دي الالعاب اللي جربتها في الحديقه المائيه حقتهم يعني، وفي تقريبا محطتين كانت ما شغاله. اليوم حقيقي كان جميل وممتع جدا جدا، بس المشكلة انه كان طويل. ليه؟ نحن تقريبا في كل لعبة كنا بننتظر نص ساعة، يعني مثلا زي الانجل سلايد بتنتظر انت لحد ما يجي البوت، بتاخد البوت بعد كده بتطلع السلم تنتظر، فعشان لازم ينزل واحد. بعد الدراغون دروب نفس الحكاية برضو، تنتظر واحد لحد ما ينزل الثاني. وبعد الكوبرا سيركل نفس الحكاية، بس صراحة خطير الكوبرا سيركل، أنا جربتها مرة واحدة يعني، هم قال لي صوب الطريقة ده، أنا ما سويت صراحة، كنت يعني ممكن يعني أعور نفسي، بس الحمد لله يعني جات سليمة زي ما يقولوا. وتاني عندكم الدراغون سلايدر دي حلوة صراحة، وفي كمان الريسنج دي اللي هي بتقعد فوق بتدق زي فلينة كده، تقعد فوقه وتتزحلق، برضه دي حلوة وكمان ممنوع فيها التصوير. الموكينج بوت قدرت أصور فيها، قلت لهم يا جماعه ده اصور في اليوتيوب وكده، كانوا متفاهمين، اما الباقيين ما متفاهمين، يعني اغلبيتهم ما بيعرفوا انجليزي، فهي دي المشكله. اليوم كامل طبعا كلفني تقريبا نقول 850 هناك، اللي هي 89 ريال، ومع الاكل ما شاء الله انت شايفينه. انا صراحه جربت احلى تشيكن كاري، ومعاه كمان الرز المبخر، ويا جماعه يا اخ ما شاء الله تبارك الله، عصير المانجا انا ما اعرف كيف عاملينه، والله سحر. لو أقول لكم سحر يعني أكون بالغت في الموضوع، يعني ما شاء الله تبارك الله العصير جدا لذيذ، وأتحدى أنا ألاقي لي تشيكن بالطريقة دي، ما قابلني صراحة في كل المطاعم اللي أنا مشيتها ما قابلني. يعني أول حاجة بالطعم وحلو، ما أعرف كيف أنا أشرح لكم الحاجة، بالطعم وحلو في نفس الوقت. كلفني تقريبا الأكل اللي أنتم شايفينه قدامكم ده كله 460 بات، يعني تقريبا خلينا نقول حول 50 ريال تقريبا، مع هناك 80 ريال يعني كلها 120 ريال. إذا قلنا أنتوا مثلا أسرة وعلى حسب أكلكم كده، يعني إذا قلنا أسرة مثلا بتتكون من 3 أشخاص وطلبت نفس الطلبات اللي أنا طلبتها دي، تقريبا يعني حتكلفكم 500 ريال بعد كده، أنت على حسب يعني، لكن الحد الأدنى 500 ريال، والحد الأعلى بعد كده أنت وصرفيتك، وعندهم طبعا حاجات تانية كثيرة تقدروا تستمتعوا بها. كده تكون خلصت تغطيتنا لليوم، أتمنى أن التغطية تكون نالت إعجابكم، وأسيبكم في حفظ الله ورعايته، وأشوفكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.